أكو من عفرين، عمري 19 سنة، معلمة الرسم. بلشت الرسم من أنا وعمري 14 سنة، طورت حالي بعمر 15 سنة، بلشت أتدرب أتعلم التظليل وضلت أتدرب سنة على التظليل. صرت 16 سنة، وقتها فكرت أني لازم أتطور أكثر، فبلشت بالزيتي والأكريليك. ولما دربت سنتين على زيتي بالأكريليك، ولما صرت 18 سنة اشتغلت منظمة الرواد مدربة الرسم، وهون عم درب طلابي 4 أشهر. أول شهر أكريليك، ثاني شهر زيتي، وثالث شهر رابع شهر باستيل. هلأ هي أكثر لوحة حالياً عم تنال إعجاب عندي، لأني بحسوا أنه فيها عبرة، كل شخص بيفهمها من عنده. مثلاً في أشخاص بيفهموها أنه حزينة الإيد عم تفترق، وفي أشخاص بيفهموها أنه الإيد عم تتواصل يعني حب. وفي شخص معين يعني قال لي أنه هاي اللوحة بحسها لما كل الناس تتركك إيد الله، كيف يعني عم بدها تمسكك إيد الله؟ لو كل الناس تركتك الله ما بيتركك. من بعد ما تعلمت الرسم فرحت على موهبتي الجديدة اللي هي الخياطة. هي موهبة قديمة عندي إياها، يعني من زمان بخيط بس ما كنت أعرف أساليب الخياطة الصحيحة، فتعلمت شوي شوي لحالي الخياطة. صرت أرسم القطعة وبعدين أنه أخيطها وأضبطها وأعدلها. كل شيء تياب عندي إياهن حتى صرت أعدلهم لحالي وأضيف لهم إضافات وأعمل يعني شغلات مميزة. حالياً عم بشتغل الزي الكردي، نفس فستان عيد نوروز بس اللون بيختلف باحتفالات الأكراد يعني بنلبسه. أمنيتي إنه أول شيء حدا يدعمني بإني أحقق معارض كبيرة بعفرين، أقيم معارض كبيرة وأفيد غيري. يعني في كتير بنات حالياً بحبوا يتعلموا رسم بس ما في حدا يدعمهم. وأمنيتي الثانية إنه لوحاتي توصل لبرا كمان، يعني مو بس إنه يلي بعفرين يشوفوا، هيك بشكل عام توصل للعالمية كمان. وأطور حالي بالخياطة، ألاقي ناس تدعمني إنه يطوروا لي موهبة الخياطة كمان.